كيفك معلم؟ اهلا معلم دومت. امبارح الشغيل تبعك مرق لم الاشتراكات تبع الدش. نعم. وخبرته ليوصل لك شغلي ما بعرف اذا وصلها. والله ما شفته يا معلم دومت صراحه. المهم تفضل. نحن قلنا 15 سنه مشتركين بالدش عندك. اهلا وسهلا. وبهال 15 سنه كانت صوره الدش زباله. معلم دومت انت سامع؟ لحظه خليني كفي حديثي. تفضل. من اسبوع لهلا الصوره مرايه، ومش بس مرايه، فل مرايه كمان. اتش دي وحبه مسك. والله ما هضوم يا ضومت. لخبرك شو صار معلم، انا كرمالكم انتو يا زبوناتي يا حبايب قلبي، جبت احدث اجهزه امريكانيه معلم. اوف، بتحداك تلاقي منها بالسوق عنا. اذا التجار بده يبلشوا يستوردوا بدهم 20 سنه، ونفضت كل محطه. العمى شو عدا ما بدا؟ ما طول عمرك بخيل كحتي ابو كمونه. كان اذا انتزع الريسيفر عندك تقعدنا شهر بدون دش. عبل ما تلاقي لك شي ريسيفر ببلوشي او ريسيفر لقطه، شو تغير هلا؟ ولك ما تغير شي، بعدني بنفس الخصله. فزات على سجن رومي يا معلم. المبنى بيه. اجهزه كانوا يستعملوها المساجين عارضينها للبيع. اسعارها بالارض. اللي بالارض. لمات بدل امه ودرت ظهري وجيت نفضنا المحطة نفضة اختشي ايدي. شو عم تحكي؟ بطلع عم خبرك. شو الخبرية هاي؟ لو بتعرف مين تلقيت فوق. بمين لقيت فوق؟ وزير الاتصالات. وزير الاتصالات بنفسه؟ شو هالحكي؟ بطلع عم بقول لك. شو عم يعمل فوق؟ عم بيعمل مثلي، طالع يجيب اجهزة. كلفته شوية اجهزة معلم، بده ينفض كل الشبكة. من دون توقع من هلا لشهر الانترنت والاتصالات عنا الضاهي اوروبا وامريكا. معقول؟ اللي مثل ما عم خبرك، اجهزه غريبه عجيبه يا زلمه. لك ما دام غريبه عجيبه، انت كيف ركبتها؟ لك بعثوا لي واحد من فوق، اذا ركب وضل طالع.